يزهاتن غمبت وبا هذه دار الثقافة الكبيرة اللي احتضنت عديد الجمعيات بما فيهم خميس ترنان ومسرح الشمال والنادي البنزرتي للشطرنج معناتها كانت فوسي فوساء نتاع جمعيات رياضية وثقافية كلها عايشة لهنا ومازلت تعيش لهنا. الحق اللي يشوف دار الثقافة نتاع بنزرت يقول اللهم لا حسد. اللهم لا حسد خاطرها فضاء ثقافي معلم حلو يحزن. معلم لأنه التو مازلنا نستناو في أشغال صيانة وترميم ومحافظة وحماية وإلى آخره والتو هالمعلم هذا ما دخلش في الكود دو باتريموان تاع البلاد كاملة فهمت على أساس أنه معلم ربما يعود لفترة الحماية إلى آخره لكن ستان بيان أركيولوجيك خلت هنا فرنسا فرنسا مشيت لكن احنا قاعدين عايشين في وسطه نتنفسوا في وسطه ننشطوا في وسطه وخايفين في وسطه زادة. كان يقوم خميس ترنان ونقبره. أي. إيش يقول؟ يقول عيب عليكم يا أولاد البلاد على خاطر شي بصراحة خليت لكم تراث عزيز وغالي وما عرفتوش تحافظوا عليه لأنه عقلياتكم ما تطورتش ما واكبتش ربما متغيرات قوية تقول لازمكم تتلموا وتخدموا أجيال الكل مع بعضكم وتكبروا هالعائلة هذه اللي تفتخر بها تونس الكل وتراهن عليها في المحافل الدولية. الفضاء هذا يلزم يتسع ليصبح مدرسة للموسيقى العربية وللمألوف بالأساس مدرسة خميس ترنان وما أدراك. الجمعية هذه راهنت على المألوف لكن طموحاتها كانت محدودة راهنت على المألوف لكن ما عرفتش تنظم أمورها وما عرفتش تتعامل مع المعطيات اللي جات بها الثورة والشيء اللي خلى نشاطها ينحسر ويغيب ويضمحل. يا هل ترى هما في أمس الحاجة لوسيلة الإعلام مش تتدخل باش ترجع الأمور نصابها وإلا هما يلزمهم يتحركوا ويلموا رواحهم ويعدلوا مناقلهم على وقت نتاع لمة ونتاع تضامن ونتاع ربما تحديد التوحيد مواقف وخدمة جماعية باش هالمالوف يرجع يشاع في هالبلاد هذية. يظهر لي الصورة تقريبا معكوسة معناتها صحيح أنتم مرحبا بكم لكن هما يلزمهم يتحركوا. الجمعية هذية عندها نفوذ الهيئة نتاعها قوية تدعي روحها أنها قوية وحد ما يدخل لها في شؤونها وحد ما يحكي معها على الفضاء اللي هي ملكته واللي هي تصرفت فيه كما حبت طيحت بيوت. بالك على خاطر إرثها الفني كبير بالك على خاطر إرثها الإبداعي كبير بالك على خاطر خميس ترنان كبير. خميس ترنان احنا اعطيناه اكثر من مجال باش يتنفس كجمعيه وكموسيقى. خميس ترنان اعطيناهم العرض الشهري وقلنا لهم احنا معاكم مبرمجين في القاعه الكبيره وبرمجناه في الساحه هذه. خميس ترنان وقت اللي تسخن الدنيا يخرج من الفضاء هذا للساحه هذه. خميس ترنان وقت اللي ضيق به الساحه هذه تحتضن الساحه الاخرى. خميس ترنان في قلوبنا وهذاك رصيدنا وتراثنا فهمت. بقى الجمعيه للاسف الشديد تحسب روحها دوله داخل الدوله. الفضاء هذايا ربما ينتصر لفكره كونه وقت اللي باش نعملوا كورال باش نعملوا اجتماع باش نعملوا جلسه تقييميه باش تجتمع هيئه تلقى فضاء مستقل للاجتماع وللبرمجه وللتصور. الفضاء هذا جزء من الباتريموان الموسيقي نتاع دار الثقافه ونتاع البلاد ككل. احنا مش باش نتعصفوا على الجمعيه ولا على الناشطين في الموسيقى واللي علي عندهم ذكريات لهنا ونقول لهم لا انساوا ذكرياتكم ومحيوها. احنا بالعكس حبينا نعطيوها روح اخرى. حبينا الحيوت هذه تاخذ الوان جديده باش تحتضن التصاور القديمه نتاع النادي ونتاع الجمعيه ونتاع النشاط الموسيقي. هذه بعض الصور اللي الجمعيه بالاهمال نتاعها ربما خلاتها ذوب في النداء وفي الوسخ. هذه ذاكره الجمعيه السياسيه. هذه ذاكرة الجمعية الصحيحة القدماء اللي هما نشطوا في الموسيقى هكا تشوف فيها مبقى منهم كان سيلان حبر الصور جراء النداء. احنا حبينا ننقذوا ما يمكن انقاذه هذاك علاش قمنا بالاشغال لانه مستعجلة. حبينا نحافظوا على ما يمكن من ذاكرة الجمعية هذه هكا ما تشوفوا تابوني. هذه بعض من ذاكرة المشاركات في مهرجان تستور في 1986 ذكرى 20 مهرجان دولي مؤلف بتستور. تستور ديما خميس ترنان ديما حاضر في تستور في كل المهرجانات العريقة.
الناس اللي بعثوا شكاية القناة حنا بعلو وطلبوا من برنامج بلا مجاملة التدخل لفض إشكال نادي وجمعية خميس ترنان، شنو مشكلتهم في الأخر؟ والله ما نعرفش مشكلتهم، ينجموا هما يعرفوها أكثر مني أنا، خاطر أنا نتصور ما فماش حتى مشكلة، الناس هذوما تستضيف العكر ما يعرفوش الدار من الداخل، ما يعرفوناش احنا كيفاش نخموا، ما نتصور الجماعة هذوما كان عربنية وفي مخاخهم وفي أفكارهم وفي برامجهم. دار ثقافة مفتوحة فيها النوادي، لكن دعوة لهنا معناتها المثقفين معناتها ولاية بنزرت كلهم موسيقيين فنانين مسرحيين باش يجوا لدار الثقافة وينشطوا. معناها أنتم دار الثقافة عندكم والمثقفين نتاعكم الله غالب عليه. والله هو مش الله غالب عليهم، يمكن مثلا فما نقص نتاع كوميونيكاسيون يعني بين دار الثقافة وبين المثقفين، فهمت؟ وهذه دعوة معناتها أخرى، مش أنا نظن اللي الثقافة يصنعها المثقفين معناتها، مش دور الثقافة، مش البني معناتها هو اللي يصنع الثقافة. هاتوا برنامج، هاتوا تصور للنهوض بهالجمعية هذه، هاتوا تصور باش نلقاو هيئة صحيحة تلم الناس الكل. حتى واحد ما يقدم لك تصور، حتى واحد ما يجيب لك برنامج. هذاك علاش انا اختي العزيزه حضرت ان كونترا بروغرام مع ناس تحب تخدم بالصحيح، لاني نمشي انا ويجي غيري، لكن فينالمون ما نعاودوش نكرروا الماضي وسيئاته نتاع 12 ولا 20 سنه تالي. يلزم اللي باش يدخل النادي هذايا ينتصر للناس الكل، للمصلحه العامه، للبلاد وللناس اللي تغير على الموسيقى وعلى المالوف على وجه التحديد. انت تمشي ويجي غيرك ويقعد نادي خميس ترنان. خميس ترنان بطبيعه الحال. المنحوتات عاملهم نحات اكيد صحيح، هو نحات لكنه انسان، وانسان عامل يومي مرمجي بلغتنا احنا. الانسان هذا عنده احساس مرهف وعنده افكار قويه وعنده طاقه رهيبه تكمن في يديه انطلاقا من السيمان اللي يتنفس فيه ويخدم فيه وياكل منه في الخبز، عملها المنحوتات هذه وحملها برشا معاني، حملها برشا كلمات حلوه. وقت تشوف قال من جمله ما قال فلنحمي الكلمات. هو مرماجي ولا نحات؟ صح، هو مرماجي في الأصل لكنه نحات، نحات بالقوة ونحات بالفعل. علي بن بشير الهمامي أعماله تقول اللي هو نحات، لكنه هو في الواقع مرماجي عامل يومي يخدم بالنهار ويأكل فوق خبزته بعرق جبينه. من هيئة النقابة الأساسية لموسيقى بنزرت إلى الأخ وليد الزراع، شفتم كل الفقرة المصورة هلا ذوادي كانت في بنزرت في دار ثقافة الشيخ محمد إدريس. أصل الحكاية ومنطلق الحكاية فاكس ورد على قناة حنا بعل من جمعية خميس ترنان. سأقرأ على ما سمعكم محمود بعض الفقرات. يؤسفنا أن نبث لكم خبر اهتزت له الأسرة الفنية والثقافية بمدينة بنزرت على إثر غلق أبواب جمعية عريقة تمثل أحد رموز الثقافة في بنزرت، ألا وهي جمعية خميس ترنان للموسيقى العربية، والتي تم افتكاك مقرها الكائن بدار ثقافة الشيخ إدريس اللي شفنا هالة فيها ببنزرت منذ 1964 بدعوة ترميم الفضاء، والذي ما راعنا إلا أن وقع تقسيمها ثلاثة غرف صغيرة تنضوي تحت إدارة دار الثقافة. فما نادي مسرح، علما أنه يوجد نادي مسرح بالشمال بدار الثقافة ونادي رسم. وبعد نطالب السيد وزير الثقافة بالنظر في وضعية مدير المعهد الجهوي للموسيقى ومدير دار الثقافة اللي رناه اسمه سي رضا، الذي قام بهذه التجاوزات الخطيرة في حق المثقفين والموسيقيين وفي حق الموروث الثقافي بالجهة، والذي يعلم جميعنا بالجهة أنه كان بوقا من أبواق النظام السابق. هذه تو التهمة الولايات متداولة، بوق من أبواق نظام السابق. حتى ننهض بثقافتنا وكلا يتبقى دار لقمان على حالها، علمنا لكم بذلك والسلام. محمد موحى، الأسرة الفنية والثقافية مدينة بنزرت، الكاتب عام للنقابة الأساسية لموسيقى بنزرت. حاولنا نتصلوا بهم اللي بعثوا لنا، لكن ما فما حتى تليفون. ماذا بكم رجاء تعملوا تليفون، وخاصة بوق
الطريق باش نجموا نتصلوا بكم. باه هذا الفاكس سيدي جانا، هاي مشيت مباشره لبنزرت القادر هذيك مدير دار الثقافه الشيخ محمد دريس سيدي ذا اللي شفناه، هما يوجهوا له جمعيه خميس ترنان في اصابع الالتهاب كما قريت في الفقره في الفاكس، وهو رجع قال لك سي حبيب شغام يقول لك يا سيدي هذه جمعيه خميس ترنان متهمه بعدم ايلاء العنايه اللازمه لاسمه تاريخ خميس ترنان، يقول لك الجمعيه هذه عندها 12 سنه ما عقدتش جلسه عامه، يقول لك الجمعيه هذه ما تعترفش باداره دار الثقافه بمزاره خاطر هي جمعيه سي حبيب موجوده في دار الثقافه، يقول لك تتعامل بنفوذ كانها دوله في وسط داخل دوله، على حد كلام سي رضا يتحمل مسؤوليته فيما ذهب اليه، تحولت جمعية خميس ترنان إلى جمعية أممية إلى جمعية العامة المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي دون رقيب عليها من سلطة الإشراف لا وزير الثقافة لا المندوبية الجهوية للثقافة، نهاية الأمر تراث خميس ترنان يستغيث في صمت خوفا من أن يندثر. هذا هو هو ما توفر من معطيات أو معلومات حول وضعية نادي خميس ترنان أو الوضعية العامة نتاع دار الثقافة الشيخ إدريس اللي نعرفها وحضرت فيها برشا مناسبات وتظاهرات ثقافية. أي. كمعلم مكان جميل وفي وسط مدينة بنزرت اللي قريبة من الشباب وقريبة من الناس باش ينشطوا ويتعطاوا مع الأنشطة الثقافية الموجودة في مختلف النوادي، ولكن أنه نشوفوا الوضعية مزرية بهذا الحد يعني ما فم أنا فما نوع من التآكل دار الثقافة، يعني كما شفنا أرشيف ملوح مش ما فماش عناية واضحة به، مدير دار الثقافة يتشكى وهما يقولوا في الفاكس هذايا أنه بوق من أبواق النظام، ينجموا يقولوا اللي يحبوا، معناها احنا ما عندناش المعطيات الكافية، ولكن أعتقد أنه هو كمدير دار الثقافة من المفروض بقطع النظر على الشيخ دم قبل أو كيفاش تعاطى مع الثقافة ومع المسؤولين في المنطقة اللي يخدم فيها، من المفروض أن يدخل في المنظومة توا الثقافية ويؤدي دوره كما يجب في تنشيط النوادي وإعطاء روح جديدة للعمل الثقافي في دار الثقافة الشيخ إدريس في بنزرت. نادي خميس ترنان نادي عريق، احنا ما نشبش توا نأكدوا من جديد قيمة هذا النادي أو هذه الفرقة الموسيقية وعراقة شيخ خميس ترنان ودوره الكبير في الموسيقى التقليدية التونسية، ولكن قلوها كذلك بكل أسف التوانسة توا والمستمعين والشباب يحبوا يسمعوا